أدور تساؤلاتكم. نبدأ هنا إلى اليمين. تفضل. السلام عليكم. ندى ومرت من الجزيرة الإنجليزية. كنت عايز أسأل على كذا حاجة لو ممكن. أول حاجة، أنتوا اتكلمتوا على أن أنتوا تم إقصاءكم خلال السنين اللي فاتت، فما هي ضمانتكم أن أنتوا لن تقصوا الطيارات الأخرى مثل اللي ذكرهم الدكتور صفر دلوقتي زي الشيوعيين والعلمانيين وغيرهم؟ الحاجة الثانية، ما هو الدور المتصور للمرأة من وجهة نظركم؟ قلتوا ليها دور، فما هو الدور؟ وهل لو يعني في مقدوركم حتى تقولوا انه المرأة يبقى تتحجب وفرض الحدود الإسلامية وكده؟ وآخر حاجة، مين هو المرشح الرئاسة اللي انتم ممكن تدلوا أصواتكم في ظل انه في العديد من المرشحين الإسلاميين على الساحة؟ شكرا. نستأذنكم في أن يجيب عن هذه التساؤلات أخونا الدكتور طارق الزوم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لوسائل الضمانات التي يوفرها الإسلاميون عموما لعدم احتكار السلطة، أعتقد أن الضمانة الأولى هي التجربة، بمعنى أن الإسلاميين كانوا هم المستبعدون في كل المراحل السابقة، ومنذ أكثر أو منذ حوالي قرنين والتيار الإسلامي مستبعد ومهمش منذ أن بدأت العلمانية تتغلغل في بلادنا. فإذا تقدم الإسلاميون اليوم وأرادوا أن يشاركوا في العمل السياسي، فيجب أن تفتح أمامهم كل الأبواب وأن نرى كيف سيتعاملون في ظل رؤيتهم للواقع وفي ظل تصورهم للنظام السياسي الذي يرغبون في الحكم من خلاله. وأعتقد أن المتابع للأوضاع التي مرت بها المنطقة خلال العقود الماضية يجد أن الحرب كانت على أشدها لاستبعاد التيار الإسلامي من الحكم، وأن الزريعة التي كانت تقدم في هذا الإطار هي زريعة ظالمة لا يمكن القبول بها، وهي أنه من أدرانا أن هذا التيار سيسمح لغيره بالحكم؟ لأنه إذا كانت هذه القاعدة هي التي ستعمل، فإننا يمكن أن نقصي كل التيارات وفق ذلك. وأعتقد في تقديري أن التيار الإسلامي الذي فتح ذراعيه اليوم للعودة إلى العمل السياسي قدم حتى الآن العديد من الضمانات التي تؤكد أنه لن يحتكر السلطة، وأنه لن ينفرد بها، وأنه لن يستبعد أحدا يستحق الحضور وفق الإرادة الشعبية. على سبيل المثال، إذا عدنا للأمس القريب في استفتاء 19 مارس الذي أكد مسارا ديمقراطيا معينا للوصول للاستقرار في مصر، نجد أن التيار الإسلامي هو التيار الذي أعلن التزامه بنتائج الاستفتاء ووقف صفا واحدا ملتزما بالإرادة الشعبية للناخبين، بينما وقفت التيارات الأخرى التي ترفض قبول التيار الإسلامي وقفت ضد الشرعية ووقفت ضد نتائج الاستفتاء ولا زالت تتحايل من أجل استمرار الحكم العسكري أو الفوضى أو الوصول لانقلاب عسكري أو اقتراحات كلها لا تمت إلى الديمقراطية بصلة، ابتداء من الدعوة إلى استمرار حكم المشير الرئيس للبلاد، أو الدعوة إلى مجلس مدني رئاسي، أو الدعوة إلى الدستور أولا قبل الانتخابات، وكأن الانتخابات لا تضمن تحولا شعبيا حقيقيا. ولهذا فإنني أؤكد أن التيار الإسلامي هو التيار المؤهل في هذه المرحلة بالذات لأن يضمن للجميع الوجود في الساحة، وأن يضمن للإرادة الشعبية أن تكون هي الكلمة العليا في هذا البلد. طب في سؤالين.
بالنسبة للانتخابات الرئاسية فقد أعلنت الجمعية العمومية للجماعة أنها لن ترشح مرشحا يمثل الجماعة في هذه الانتخابات، وأن الجماعة حتى الآن تعلن أنها ستدعم المرشح الأفضل والأمثل لإدارة المرحلة الانتخابية القادمة حتى ولو كان من غير الإسلاميين. والذي يجب أن يكون معلوما أننا لم نؤيد مرشحا حتى الآن لأن الساحة لم تكتمل بعد، وحين اكتمال المشهد يجب عندها أن نختار من نراه الأمثل والأفضل لحكم البلاد في هذه المرحلة. طب وبالنسبة للمرأة، المرأة والحدود، طب نتركها لوقت آخر إن شاء الله. ليه وقت آخر؟ لا ما بقى ما شأنه المرأة، ماذا فعلنا بالمرأة؟ يعني كل واحد من سيدنا كان يقول المرأة، هل نحن قتلنا النساء في الشوارع؟ هل أنت سألت عن الرجال؟ لا تتركني، أجيب أم تسأل وتجيب؟ أنا مستعد حضرتك تسأل وتجيب وتريدون. أنا ما اتهمتكش بحاجة، أقصد أن هذا التساهل يعكس فكر معين، فهم معين أن الإسلاميين جاءوا بدون المرأة. هذا لم يحدث يا سيدتي، المرأة والرجل يشتركان في بناء المجتمع معا. ما كان يحدث أيام سوزان مبارك من محاولة إعلاء شأن المرأة وإعطاء المرأة ما لها وما لا يكون لها أظن كان مبالغا فيه، وهذا سبب أن كل من يتكلم يقول هو المرأة والمرأة، ما شأن ماذا فعلنا بالمرأة؟ تقولين هل ستلزمونها بالحجاب؟ سننصحها بالحجاب، سننصح أي مسلمة أن تلتزم بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بقول الله تعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن. هذا قول الله ويجب أن يكون على عيني ورأس، هذا على عيني ورأسي، أما غيري فأنا أنصحه به. فهل هناك حرج عندكم في أن ننصح مسلما؟ إن كان هناك حرج قولوا لي، إن كان هناك حرج حج على الدار الإسلامي ممنوع أنك تنصح، فأرجو أن يبين لي سألون ذلك. بالنسبة للمرض الحدود سأجيبك عن مسألة الحدود. الحدود هذه نقرر فيها أمرين، أولا ما قال الله ورسوله فعلى على العين والرأس، ثانيا إننا عند إقامة أي أمر من أمور الإسلام نراعي ضرورات الواقع، ضرورات الواقع التي رعاها إمام من أئمة المسلمين الكبار وعمر بن الخطاب حينما عطل حد السرقة في عام الرمادة عند وقت المجاعة. لا نقول ذلك تهربا من الفرض الشرعي، ولا نقول بأن الفرض الشرعي فوق العين والرأس بمعنى أننا لن نراعي ضرورات الواقع، بل سنلزم الأمر الشرعي مع مراعاة ضرورات الواقع. وأرجو أن نلفت النظر إلى أن الحدود زواجر وروادع أهل المعاصي. لا أدري لماذا لا نسأل عن أهل الطاعة ماذا سنفعل معهم وهم عموم الشعب المصري، ونسأل وأين حق السارق وكيف ستعاقب السارق. أنا أرجو من الإعلاميين أن يفسحوا لنا مجالا واسعا لنناقش معهم باستفاضة العقوبات الشرعية الإسلامية والعقوبات الوضعية، ليروا أيها أرحم. أنا سأضرب مثالا واحدا وأعتذر للإطالة على حضراتكم، هناك مبدأ وهو شخصية العقوبة، ذاتية العقوبة، أن تكون العقوبة على الإنسان الذي ارتكب الجريمة فقط. هذا المبدأ لا يطبقه إلا الشرع الإسلامي، ده مبدأ قانوني عالمي، ولكن لم تستطع القوانين الوضعية أن تترجمه. لذا من حق المرأة التي سجن زوجها أن تطلب الطلاق للضرر. إذا أنت تعترف في القانون الوضعي أنك ألحقت الضرر بها عندما حبست زوجها 10 سنين و15 عاماً و20 عاماً. في الشرع الرباني لا يوجد إطلاقا إضرار بغير المعاق. أعيد وأكرر، مسألة الحدود هي عقوبة لأهل الفجور وأهل المعاصي. لو أقيم الحد على هؤلاء البلطجية لما عانت مصر كلها من هذه الفوضى الأمنية الخطيرة التي تضر بالعباد والبلاد. أرجو ألا نكون مشفقين على أهل البغي والإجرام ونكون متحملين على الشرع الإسلامي الرباني. ومع ذلك أعود وأكرر أن مسألة الحدود أو غيرها، وأنا أتعجب أن الأسئلة تأتي عن الحدود فقط وهي الجزء الأخير من أبواب الفقه الإسلامي، لم يسألنا أحد عن المعاملات عن العدالة أو ما إلى ذلك. ولكن نقول مرة ثانية، لن يطبق أي حكم من الأحكام إلا بعد النظر في أسبابه وشروطه وموانعه، فليس الحكم الشرعي يطبق لمجرد وجود سببه.
بل لابد من التأكد من توفر شرطه ومن انتفاء مانعه. إذا وجدنا أن شروط إقامة أي حكم حتى كان أو غير حد غير متوفر في الواقع فلن ندعو إلى إقامته. إذا وجدنا أن هناك مانعا يمنع من إقامة حكم حتى أو كان غير حد في أرض الواقع فلن ندعو إلى إقامته، لأن الله لم يأذن لنا بإقامته طالما أن شروطه لم تتحقق أو أن موانعه وجد. وبالتالي قلنا بأننا سنراعي عند تطبيق أي حكم شرعي ضرورات الواقع، والضرورات تبيح بعض المحظورات والضرورات تقدر بقدرها. هل وضحت الإجابة في هذه المسألة؟ نعم، تفضل. حاضر يا أستاذ، تفضل. وعليكم السلام.